أهلا بكم. ما هو احتمال الحصول على رأسين بالضبط في 3 قطع نقدية؟ إذا لمعرفة هذا الاحتمال لدينا مكان مناسب لنبدأ. علينا فقط أن نفكر بشأن كل الطرق المختلفة التي تمكننا من إلقاء 3 قطع نقدية. إذا يمكننا الحصول على كل الأذيال ذيل ذيل ذيل. يمكن الحصول على ذيل ذيل رأس، أو يمكن الحصول على ذيل رأس ذيل، أو يمكن الحصول على ذيل رأس رأس، ويمكن الحصول على رأس ذيل ذيل. يمكن الحصول على رأس ذيل رأس، أو رأس رأس ذيل، ويمكن أن نحصل على جميع الرؤوس. يمكن الحصول على جميع الرؤوس هنا. إذا لدينا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 احتمالات ممكنة. 8 احتمالات ممكنة. 8 possible outcomes. الآن كم عدد الاحتمالات التي تتضمن الحصول على رأسين بالضبط؟ لنرى، هذا كله ذيل، هذا رأس وهذا رأس، هذا يحتوي على رأسين هنا، هذا رأس واحد، هذا رأسين هنا، ولدينا رأسين هنا، وهذا 3 رؤوس، لذا لا يحسب. إذن لدينا 3 احتمالات تحتوي على رأسين بالضبط. 3 outcomes with exactly 2 heads. دعوني أكتب رأس بشكل صحيح. 2 heads. إذن احتمال الحصول على رأسين بالضبط، احتمال الحصول على رأسين بالضبط، P لي exactly 2 heads. وكلمة بالضبط مهمة، لأننا إذا لم نقل بالضبط فإن 3 رؤوس تحسب، لذا علينا أن نقول رأسين بالضبط، وهنا نستثني 3 رؤوس. إذن احتمال الحصول على رأسين بالضبط يساوي 3 احتمالات التي تحتوي على رأسين مقسومة على 8 احتمالات الممكنة، أو 3 تقسيم 8. إذن يساوي 3 تقسيم 8، وانتهينا.